محطتنا التالية زينب أكيد راح نتحدث ونروح فيها لنحكي أكثر عن معايير الجودة، جودة المواد الغذائية خلال فترة الصيف. كثير منا أنه هو بيدور على تاريخ ما كثير منا بيدور على التاريخ، ولكن تاريخ الصلاحية هو كثير مهم، وخاصة إذا أكلات مثل الشيبس هدول القصص يلي بفصل الصيف. أيضا حتى النوعية اللي نحن بننتقيها لنجيبها للمنزل أو لنتناولها، كل هالتفاصيل عن الجودة وعن هدول القصص رح تخبرنا عنهم الأستاذة الاستشارية نتالي الطويل، ماجستير إدارة جودة ونظم الإدارة المتكاملة. سعد صباحك. صباح الخير، يسعد صباحكم. اهلا وسهلا. صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الصيف اليوم جاي انت بستيل الصيف. عم نحكي عنها يمكن جودة الغذاء اللي كثير من العالم بتجهلها، ما كثير بتعرف كيف تحدد اذا هذا الغذاء جيد ضمن المواصفات المعتمدة من الشركات او لا، فخبرينا عن المصطلح اولا بشكل عام. جودة المنتج تعنى ببعض متطلبات خصائص متعلقة بالمنتج نفسه، يعني في عنا خصائص بتكون عبارة عن خصائص فيزيائية متعلقة بالرائحة بالمظهر الخارجي للمنتج الغذائي، وفي عنا خصائص كيميائية اللي هي متعلقة بالقيمة الغذائية بالقيمة المحتوى الغذائي الخاص فيها، وعنا شيء اسمه الحمولة الميكروبية قد ايه فيه مستعمرات ميكروبية متعلقة بشيء مثل ما بنقول خاص بعدد معين مسموح فيه. فهالأمور نحن لما ناخد أي منتج غذائي لازم ناخد عدة أمور لعملية اقتناء المنتج الغذائي. نعم أستاذة نتالية، يعني يمكن الجودة هي كتير مهمة، يمكن حكيتي عنها بلقاءات سابقة، حتى في شغلات ما بتكون موجودة، مثلا خلينا ناخذ مثال كيس الشيبس، يكون عليه من وراء شغلات معينه محدده، ايضا ممنوح الايزو، هدول القصص ما كثير العالم عم تنتبه عليها، قد ايه مهم انه هدول لا نحن ننتبه عليها، لانه جوده المنتج ممكن تاثر ايضا على صحه الجسم. صحيح. تمام. هلا بالنسبه لقياس جوده اي منتج نحن لازم ناخذه، في عندنا طريقتين. تمام. طريقه حسيه اللي هي سنسوري بسموها، اخذ المنتج ادرسه شكله الخارجي، تعبئة أو التغليف تبعه، محكم الإغلاق مثلا، عندنا بعض المعلومات مثلا الموجودة بتكون عليه تكون واضحة، صلاحية واضحة، مكتوبة بخط واضح ما مموه، لأنه شفتي في بعضهم للأسف عم بيصير بعض أمور الغش والتلاعب بهالموضوع. عندنا كمان بالنسبة للمعلبات يكون المظهر الخارجي تبعها بشكل صحيح، هي بنسميها طرق حسية. في طرق غير حسية اللي هي تابعة للتحاليل. طبعا الطرق الحسيه بتمني بابحاث السوق، كثير بيهتموا فيها المنشات الصناعيه، بينما الطرق الغير حسيه اللي هي عباره عن اختبارات، ممكن نحن ناخذ وضعها كاختبارات كيميائيه، قيمه غذائيه فيها، مكوناتها، هالامور كمان لازم ندرسها، يعني لما باخذ اي منتج بفحصه اول شيء بشكل نظري، بشكل خارجي، وبرجع بقول لك التعبئه والتغليف كثير مهم، خاصة بفصل الصيف، لما باخذ منتج حاول ما يكون فيه انتفاخ، مثل ما قلتي كياس الشيبس اللي كثير انا بقول انه في بعضها للاسف بتكون مضرة، معرضة للشمس لفترات طويلة مثلا، فيها انتفاخ، مثلا فيها بالتعبئة والتغليف مانا محكمة الإغلاق، وعندك كمان المكونات، فالمكونات كمان ندرسها وخاصة الصلاحية مثل ما قلت لك. نعم، خلينا نحكي يعني هلا نحن بفصل الصيف في تلف كثير للأغذية، كثير عم نلاقي حالات مثلا انه ممكن تجيبي اي شيء من السوق من المواد الغذائيه يطلع تالف بسبب سوء تخزين، بسبب عيب ما بالشركه، الجوده اللي عم نحكي عليها قلنا باكثر من حلقه صباحيه، السبب اول شيء تلف الاغذيه، شو يتصرف الواحد اذا لقى هذا الشيء بعض المواد الغذائيه المعلبه مثلا؟ اسباب تلف الاغذيه اول شيء عندنا درجه الحراره المرتفعه. في بعض الممارسات الخاطئة لأي شخص بيشتري سواء شيبس أو أي منتج غذائي. يعني أنا لما بدي أعمل عملية شراء لمنتج غذائي لازم أعمل تراتبية معينة. المواد الجافة تشترى أول شيء. هي أول شيء، بعدين عندك موضوع الخضار والفواكه، بعدين عندنا الألبان، ونهاية بتكون عندي الأجبان واللحوم وهالأمور، يعني كل شيء خاص باللحوم والدجاج والأسماك. نعم. بيكون آخر شيء. ثاني شغلة عملية الحفظ أثناء النقل،
لازم تكون منطقة باردة بالسيارة مكيفة أو سرعة النقل لهذا الموضوع. صحيح. ما بيصير أنا اشتري حط معي هالموضوع اتركهم مثلا بالسيارة أو اشتري المواد اللي هي قابلة وسريعة التلف أو الشيء بعدين انتقل للمواضيع اللي هي بتاخد وقت أكثر فترة زمنية للشراء، يعني بتاخد معي فترة زمنية. نعم. ما في مشكلة فيها. هي شغلة. شغلة تانية عندي عملية التخزين، دائما خليني ادرس الظروف البيئيه سواء ببيتي لما بعمل عمليه تخزين، راقب البيئه الداخليه الحراره الرطوبه، اعمل تشيك دائما، وهذا اللي انا دائما بقول عمليه كواليتي كنترول، يعني عمليه مراقبه للجوده لو ببيتي. حلو. خليني انا اشوف البراد مثلا، الحراره، الفريزر المجمده، احيانا بيمروا علينا يوم ويومين ممكن ما نفتحها، فممكن انه يصير عندي تلف ما نحس فيه. صحيح. بهذا الموضوع صارت معنا يعني كثير كثير بتصير معنا وبدون ما نحس عفوا بنحس بريحه او تسرب او عفونه لانه ما عم نعمل عمليه تشييك. حتى الخبز لانه هلا سالي العالم عم تاخذ الخبز تفرزه عم يكون عم يتلف احيانا ما بتستفيد شيء. انا ماني مع التفريز لكميات كبيره. هلا في عندنا مونه، في عندنا عده طرق لعمليه التفريز مثلا او عمليه الحفظ، في ناس بيعملوا عمليه تيبيس للماده الغذائيه كمان من الطرق الجيده، بس المهم راقب هالظروف، اعمل تشيك دائما للماده اللي عم بحفظها سواء بالبراد او بالفريزر. صحيح. او بالسوبر ماركت اللي عندي. صحيح. والدليل على كلامك انه كثير عم نشوف انه عالم حاطه مونتا بالفريزر وتاركتها، يعني ممكن ما تطبخ منها بعد شهر تجي تفتح تلاقي فيه تلف. استاذه نتالي ايضا خلينا نحن يمكن نحن عم نسلط الضوء ونخلي المشاهد يعرف هالتفاصيل بشكل افضل. يلي عم يشتري القصص المكشوفه، دائما نحن بنقول انه في تشيبسات ايضا وبزر وهدول. صحيح. القصص هنين بال يعني بتسالي الصيف خليك 100% مكشوفه من العربايات بتكون، وممكن على العالم عم تشتريها بدون الرجوع لهدول التفاصيل اللي نحن متقدمين فيها وعم نحكي عنها. تمام. قدامهم ايضا نحذر منها. المواد المكشوفه غير انها معرضه مثل ما قلنا للحشرات، في اشعه الشمس. اشعه الشمس والحراره اول عامل بيعمل عمليه تلف للمواد الغذائيه. تماما. فبتلاحظي انه بعد فتره صار عندنا اصابات لنفرض تسمم او هالشيء، فانا بفضل دائما ناخذ شيء مغلف ودائما ننتبه على موضوع الحراره، يعني لما بدي اشتري ما رح نحكي دائما عن الشيبس، اي منتج ما يكون معرض للحراره، لانه الحراره فعلا بتاثر على كل شيء روابط غذائيه تعمل فساد وتلف ثانيا. تماما. طيب المعايير اللازم تكون موجودة على أي منتج غذائي وينتبهوا عليها الناس، ودائما بنلاقي إنه ما في انتباه، بينتبهوا تاريخ الصلاحية بس ما بينتبهوا شو المواصفات الثانية، كنا بنحكي دائما عن الجودة وبننبه، هلا خلينا كمان هيك نذكر هي المعايير. أول شيء مثل ما قلت لك قبل ما بدي اقتني أي منتج لازم أعمل له عملية فحص. فحص من الناحية الخارجية اللي هي اللي قلنا الطرق الحسية، يعني ممكن أنا أخذ المنتج أفحصه نظرياً، أفحصه عن طريق ممكن الخض إذا منتجات فيها عصائر بلاقي فيه ممكن يصير عملية فصل للمنتج، حتى من ناحية النظر ببين. طبعا. عندك أنه منتج لونه غير مناسب. طبعا. أو منتج فيه عملية فصل بين المنتج السائل والمنتج مثلاً إذا حبيبات. عندي الرائحة، كتير بتأثر الرائحة لما بدي اشتري أي منتج خاصة باللحوم والأسماك والجاج، بتلاقي أكيد. دغري رائحتها دغري بتكون فواحة. صحيح. إذا في عملية تلف أو فساد ببدأ بعدين بعملية اللي هي دراسة المواصفات تبع المنتج. دراسة المواصفات أولاً المكونات بدها تكون واضحة وبشكل صحيح، بنتقل بعد هذا الموضوع لعملية الصلاحية وأنه يكون أخذ بعض المواصفات القياسية الأساسية. أول مواصفات هي المواصفات التشريعية اللي عنا إياها اللي هي تبع هيئة المواصفات القياسية السورية. أي منتج ما بيكون حاصل على هالمواصفات يشك بأمره أنه يكون هذا صحيح، أنه صالح للتناول الغذائي أو أنه نقدر ناخده أو نشتري. ثاني شغلة يكون أخذ بعض المواصفات القياسية اللي هي إنه مثل الآيزو، آيزو 9001 أو الآيزو الخاص بالمنتجات الغذائية. بعدين بنتقل للميزة التنافسية، السعر اللي هي للأسف نحن بهلأ وقتنا صرنا عم ناخذ موضوع عليها. السعر بكتير بعين الاعتبار. أكيد. عم ياخذوا الأرخص بدون بس للأسف اللي بياخذ الأرخص
كمان بيحطها عفوا على مواضيع مرضيه، يعني ممكن يصير التهابات، ممكن يصير عفوا اسهالات، اقياء، هالامور. فانا السعر اوكي باخده بعين الاعتبار، بس في امور تراتبيه مهمه جدا عندي، يعني عندي تسلسل مثلا موضوع المكونات، المظهر الخارجي، الصلاحيه. في كثير تلاقي منتج صارت معنا شوف المنتج الصلاحيه بتلاقيها منحيه، مبين انه مكتوب عليها او مغمقه بشكل او باخر، بالاضافه المعلبات برجع بقول المعلبات كثير خطره، اي اختلاف بالشكل الخارجي تبعها بتلاقي اكله مثلا طرقه معينه او فيها التواء معين، هذا داخليا كلها بتعمل مستعمرات جرثوميه، ناس ما بتعرف فيها او انتفاخ. صحيح. اي انتفاخ للمعلب او اي كيس بتلاقي فيه انتفاخ صالح. هذا غير صالح للتناول اكيد. هي معلومه حلوه. صحيح، حتى علبه السمنه عم نشوفها، في منهم مثلا بتجي علبه السمنه تباع عن جد مطعوجه، بيقول لك اي يمكن انه من التنزيل، ولكن ممكن يعني تكون يصير دخول جراثيم، او مثل ما قلتي اي ثقب ممكن يفوت هواء لقلبها، في مواد حافظه تتفاعل معها. صح، خاصة عندنا نحن بالصناعات الدوائية كنوع من الأغذية نعتبرها اللي بنتناولها كدواء. صحيح. فعندك مثلا بيكون دخول أي هواء فيها بيعمل عملية رطوبة للمنتج، خاصة لما بيكون منتج دوائي بدك تحليه بمي مثلا مثل الضادات الحيوية أو الأنتيبيوتيك تماما. فمتى ما حسيتي إنه في رطوبة بالمنتج البودرة تبعه، فهذا طبعا داخل له هواء ومسرب كظروف بيئية إنه غير مناسبة. شغلة ثانية، أنا دائما عندي لوم على الزبون، أنت ككاستمر عم تشتري المنتج، أنت لك حق تعمل شكوى، لك حق إنك ما تمرق الموضوع إنه خلص ما في مشكلة، لأنك أنت عم تعمل جسر ثقة أول شيء مع المنشأة من ناحية. صحيح. وثانية عم بتفيد الشخص اللي بده يجي بعدك يشتري المنتج. صح. يعني أنا لما بعمل شكوى بهذا المنتج إنه فيه مشكلة، فأنا فعليا عم بعطي لفت ضوء أو مثلا سبوت لايت للمنشأة انه هالمنشاه ممكن تحسن وتطور منتجها بسبب شكوى بسيطه جدا. وانا دائما اي منشاه بعمل لها عمليه تاهيل بقول لهم شكوى الزبون، استبيان زبون هو اهم شيء لتتطوروا، يعني ابحاث السوق كلها بتتم بهذا الموضوع. حلو. فبتعمل مثل ميزه تنافسيه بين هالمنشات الصناعيه من ناحيه، وبتعمل جسر ثقه بتوطده اكثر. اكيد. نعم. بصير يمكن مقياس جوده الغذاء ونوعيته هو الاهم بالنسبه للمنشات لتاخذ مصداقيه بين المستهلكين. كمان بنتمنى استاذه ناتالي على الرقابه التموينيه سالي. صحيح. كمان يكون لها دور كثير كبير بهذا الموضوع، زائد المواطن اللي هو دائما هو جسر لحتى يقدم الشكوى الصحيحه للجهات. هي دائما مثل مثلث تبريتوري، الزبون هرمي، الزبون من طرف، عندك المنشاه والناحيه الرقابيه. هل الثلاثه اذا تعاونوا مع بعض صار في عندي جسر ثقه كثير مناسب، حتى الزبون دائما حد من الغش يعني. طبعا طبعا. الغش من ناحيه، وناحيه موضوع تلف الاغذيه والغش مثل ما قلتي بالصلاحيه، كثير عم نلاقي هذا الموضوع كثير عم بياثر على اولادنا وعلينا لما بنعمل عمليه. صحيح. شراء لهذا الموضوع. نعم. يمكن هيدي التفاصيل استاذه ناتالي كتار بيغفلوا عنا، ما رح نقول كتار، ونحن احيانا منهم يمكن نتجاوز كثير مواضيع وما نسال عنها زينب، ولكن هيدي المواضيع. صحيح. جدا مهمه، وايضا لتمنع كثير قصص مرضيه، حالات مرضيه. صحيح. وخاصه يلي بتتعلق بجينات الجسم، يلي بتتفاعل مع الجسم وبتتاكسد معه، وهلا خاصه اللي بيشتغلوا كثير فبيلجأوا للمعلبات، يعني اكثر غذائهم اعتمادهم. صح. هو على المعلبات حتى الصلاحيه، لازم. صحيح. انا لما بدي اخذ شيء منتج ما اخذه صلاحيته كثير قريبه للانتهاء، خليني دائما بالميدل، بالفتره الزمنيه المناسبه، الوسطى. تمام. بيقولوا انه المنتج بعد ما تنتهي صلاحيته لسه معه 6 شهور لقدام. على حسب المنتج، على حسب المنتج. في منتجات ممكن انت تعطيها فتره زمنيه معينه، يعني في عندي لنفرض المنتجات الدوائيه. تمام. في بعضها بيكون لها بسموها هي لها حياه المنتج، بيعطوها مثل فتره لقدام. طبعا هذا شيء بيعتمد لشيء اسمه دراسات الثبات، ندرس المنتج بالمنشاه قبل ما نحن نعطي الاوكي انه هذا قابل للتمديد مثل ما قلتي تمديد الصلاحيه. تمام. في عندنا منتجات غذائيه لا ابدا، عندك مثلا اللحوم والاجبان هي دغري بتعمل عمليه تلف وفساد، فما بيصير اصلا تعطي فتره زمنيه. المعلبات ممكن على حسب نوع المعلب انك انت تعطي فتره زمنيه لقدام، بس مثل ما قلت لك بشيء اسمه انا اعمل عمليه تقييم حسي لهذا الموضوع، يعني في عندي بعض الشواهد بتساعدني اللي هي امسك المنتج مثل ما قلت لك افحصه، الرائحه،
القوام تبع المنتج، يعني لزجة المنتج مثلا، الترابط المنتج، كله بيقدر ساعدني انه هذا المنتج صالح ولا لا يفضل انه ما اخذه للتلف فورا. نعم، معلومات كثيره مما اعطيتينا اياها استاذه نتالي، يعني اليوم وخاصه لكل العيال والامهات والولاد، يعني حتى كمان ينتبهوا على تاريخ الصلاحيه وعلى شكل المنتج. بنتمنى دائما الوعي 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 والتعاون مع كل الجهات، حتى الشكوى للشركه او المنشاه المعينه، حتى يتم تدارك الموضوع ونرتقي لهذا المستوى، لانه الصناعه السوريه بتستاهل صراحه، ونحن عم نشجع اليوم ترجع الصناعات بكل أشكال لسوريا. وأنا دائما بنزل على الأسواق، كتير بنبسط إنه في عنا شيء اسمه تنافس قوي، يعني نحن المنتج صرت تلاقي عدة فروع وعدة منتجات نفس النوعية ونفس مثل ما بنقول المجال، من حلويات لموضوع غذائي مثلا مواد أساسية أو معلبات إلى آخره. فخلينا نحن كمان كزبون أنا ساعد هالمنشأة تطور حالها، لأنه أنا الكلمة اللي بعطيها إياها باستبيان الزبون سواء إيجابي أو سلبي هو عبارة عن أبحاث تعطيه أنت داتا لموضوع الإحصاء اللي عنده، تحليل بيانات. نعم. اللي عنده. أستاذة نتالي، عن جد كل الشكر على المعلومات والتفاصيل اللي خبرتينا إياها اليوم، عن جد استفدنا نحن منها، وإن شاء الله يكونوا مشاهدينا قدروا يستفيدوا من هيدا التفاصيل اللي هي بالنهاية مردودة لهم ولعيالهم ولسلامة أجسادهم وأطفالهم، وأي شيء يعني كمان مصاري عم تندفع بده يكون شيء مقابلة صحيح. شكرا لوجودك معنا، نتمنى لك التوفيق ويكون لنا وقفات ثانية أيضا. نهاركم سعيد، يسعد صباحكم. أهلا، شكرا لوجودك معنا. شكرا.